في عام 1929 منع قسم السينما في وزارة الداخلية المصرية عرض فيلم مأساة الحياة للمخرج التركي وداد عرفي، وجه في أسباب التقرير أن سبب المنع أن الفيلم يحتوي على مشاهد جنسية مخلة، كما أنه لا يعطي فكرة سامية عن عاقبة الاستهتار، وأن مساحة العظة فيه لا تتعدى أمتار قليلة، مكتوب كده في التقرير. من الوقت ده بدأت العلاقة ما بين السينما والرقابة. إزاي تناول صناع السينما التعامل مع الجنس كمادة أساسية موجودة في كل الأفلام تقريبا؟ إيه هو الفرق بين الإبداع والابتذال؟ ده موضوع حلقة النهاردة من برنامج الفن السابع، وبالرغم من أن الموضوع ده بيصنف زائد 18، لكن هنجتهد أن مناقشتنا للمادة دي النهاردة تكون موضوعية بعيد عن أي تصنيف سلبي. خليكم معنا. طب روح عوام روق لي زينات يا حومتي. زينات زي الباشا عندها اجتماع. في البداية وقبل ما نتكلم عن موضوع النهاردة، خلونا نتفق على حاجة، وهي ان السينما عموما لازم تكون متحررة من اي قيود علشان تقدر تدي للمخرج مساحة واسعة يقدر ينقل لنا رؤيته او فكرته او اللي بيدور في دماغه. طيب هل الحرية دي بتبقى كده ملهاش سقف؟ لا طبعا، الحرية دي في أي مكان في العالم مش بس في مصر محددة بإطار ديني بتحكم الوصايا والمعتقدات الدينية السائدة في المكان، وإطار اجتماعي بتحكم الأعراف والتقاليد اللي معروفة ومتوارثة أبا عن جد في أي مكان، وكمان إطار سياسي بتفرضه الأنظمة الحاكمة بغرض إحكام قبضتها على المساحة اللي بتحكمها. وعلى الرغم من أن القيود دي بتختلف من مكان للتاني ومن شعب للتاني حسب ثقافته وتقاليده، لكن أيا كان داخل القيود دي بتتشكل مساحة الإبداع الخاصة بأي مخرج أو صانع سينما. ونظرا لأن الجنس سلوك إنساني وغريزي، فمن الطبيعي إن هو يكون موجود ضمن حبكة أي فيلم سينمائي اتخذ قصته من واقع الحياة، لكن مع بدايات السينما لاحظ صناعها إنه كان واجبهم تجاه المجتمع إنهم ينقلوا رسالة للمشاهد مع كل فيلم، زي مثلا التنفير من الاستهتار، عرض عواقب الاندفاع خلف الشر وحاجات زي كده. وده شفناه من أول بدايات السينما في فيلم أولاد الزوات إنتاج عام 33، لقينا فيه تيمة ابن الزوات المستهتر اللي بيغرر ببنت مسكينة غالبا ما بتكون من طبقة أقل من طبقته، وده طبعا باسم الحب، وبتنتهي الرواية بانتصار الحق وإن ابن الزوات ده بينال جزائه بأي صورة من الصور. من خلال الأفلام دي لاحظ صناع السينما إن الجمهور بيكون أكتر، وبالتالي المكاسب بتكون أكتر في الأفلام اللي بتبقى فيها جرعة الجنس بأي شكل من الأشكال عالية شوية. يعني زي ما قال الزعيم عادل إمام في فيلم من أفلامه، بقولك يا كابتن، الفيلم ده قصة ولا مناظر؟ مناظر. كم منظر؟ 5 مناظر، 2 بعميس النوم وثلاثة مناظر. الكلام ده مش بس في فترة الثمانينات أو التسعينات بس، لأ ده من الثلاثينات كمان، وبالتالي تنافس المخرجين في عرض اللقطات والمشاهد الجنسية في الأفلام بأي شكل وبأي صورة من الصور بحثا وراء المكسب اللي جاي له من شباك التذاكر، لغاية ما الوضع خرج عن نطاق الوعظ والرسالة وتحول إلى ابتذال رخيص. ولما بيتم توجيه اللوم لأي مخرج بسبب مشاهد الجنس اللي في أفلامه، بيكون الرد التقليدي المعروف إن الجنس مبرر في السياق الدرامي للرواية، ولأن الموضوع ده أصلا لا يخضع لأي قواعد أو قوانين تحكمه، اللهم إلا ضمير صناع العمل، بالإضافة إلى سقف الحرية اللي بتديهوله الرقابة. لما وجهوا انتقادات للمخرج خالد يوسف بسبب مشاهد الشذوذ في فيلم حين ميسرة إنتاج عام 2004، رده قال إنه لا يخجل مما يقدمه لأنه يعبر عن أفكاره ورؤيته، واللي ما عندوش استعداد إنه يتنازل عنها بسبب بعض الدعوات الرجعية. نفس الشيء قاله الكاتب صالح مرسي لما كلموه في نفس المشاهد في فيلم الصعود إلى الهوية إنتاج عام 78، قال إنها ضرورية للتعبير عن انغماس البطلة في فخ الرذيلة لما قبلت إنها تخون بلدها بالعمل لدى مخابرات العدو. ولكن التجارب اللي قدمتها السينما المصرية وغيرها لأفلام قدمت الجنس بصورة صريحة بتؤكد إن زيادة مساحة الابتذال في العمل الفني جريا وراء المكسب بتؤدي إلى رفضه اجتماعيا ومنعه رقابيا، وبالتالي لا يكتب له الخلود أبدا حتى لو حقق بعض المكاسب المادية في الأول، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. الواد ده هو اللي قال لنا فيه مناظر. الواد ده ايوه هو ده. فيه والله الواد كرم هو اللي قال لي كرم. وزي اي سينما عرفت السينما المصريه ظاهره نجمات الاغراء، واللي زي اي فنان حصرها المخرجين في نوعيه معينه من الشخصيات،
وعمل ورا التاني أصبح مجرد ذكر اسمها على الأفيش كفيل بنجاح الفيلم جماهيريا. دي صورة من صور صناعة النجم اللي معروفة في أي سينما واللي اتكلمنا عنها قبل كده. لكن أيا كان، فإن أغلب الفنانات اللي اشتهروا في بداية حياتهم بتقديم النوعية دي من الأدوار وبعد ما يتشهروا سرعان ما بيدوروا على مخرجين تانيين يقدروا يقدموا معاهم نوعيات تانية من الأدوار بعيدة عن الإغراء، وقليل منهم اللي كملوا في الطريق ده لغاية نهاية حياتهم الفنية. ايه، مصلحة ولا مروحة؟ مصلحة. اركب يا بابا. ولو تناولنا كيفية تقديم السينما المصرية للجنس من بدايتها نقدر نقسمها إلى 5 أشكال. نمرة 1، تقديم الجنس بصورة مباشرة وواضحة من خلال مشاهد عري أو قبلات أو رأس مثلا بفقرات مطولة أيا كان موقعها من السياق الدرامي وهل تم توظيفها أو ما تمش، المهم أنها موجودة في العمل الفني، وبيختلف أسلوب تقديمها من مخرج للتاني، في اللي بيظهرها بصورة مباشرة وفي اللي بيظهرها بشكل رمزي واضح للمشاهد زي أي فيلم ظهر في حقبة الثلاثينات لغاية أواسط الستينات. وفي الثمانينات والتسعينات استخدم كتير من المخرجين اللقطات الجنسية بصورة تجارية، وفي كتير من الأفلام طغت على موضوع الفيلم الأساسي زي مثلا فيلم ريكلام للمخرج علي رجب انتاج عام 2012، على الرغم من أنه بيتناول قضية هامة في المجتمع المصري لكن أغلبها ضاع في بحر من اللقطات الفجة اللي منعت عرض الفيلم للجمهور في كتير من القنوات الفضائية. ماشي، بس كل واحد بقى يرمي بياضه في الأول وبالدور، ولو فيكو حد بياخد أفيون ولا ترامادول من الأول اهو ما جيش نحتي ولا يلمس. كمان تميزت أفلام الأربعينات لغاية بداية السبعينات بحتمية وجود فقرات رأس مطولة في كل الأفلام تقريبا، غالبا ما بيكون ملهاش محل من السياق الدرامي، علشان كده في العرض العام للجمهور في التلفزيون أو الفضائيات كان بيتم حذفها أغلبها بدون أي مشاكل في أحداث الفيلم. بطلت الفيلم رقصة؟ لا ابدا. امال الرقصة دي لزومها ايه؟ ولا حاجة، فانتازية كده يعني. ممكن تشيلوها من الفيلم؟ ممكن قوي ويكون احسن، بس المطلوب تتحط كده زي ما هي. نمرة 2، تقديم الجنس الفانتازي، وده بدأ مع فيلم مطاردة غرامية لفؤاد المهندس وشويكار انتاج عام 68 للمخرج نجدي حافظ. نلاقي الفيلم ده قدم الجنس بصورة فانتازية كوميدية من خلال واحد مهووس بجزم الستات. في طيات القصة بيحصل إسقاطات على تأثير الثقافة الغربية على الشباب المصري لتنتج كوميديا جديدة تكررت بعد كده في كتير من الأعمال مع اختلاف الصورة، زي مثلا فيلم إخواته البنات إنتاج عام 76 لمحمد عوض وناهد شريف إخراج بركات، وفيلم كان وكان وكان إنتاج عام 77 لفؤاد المهندس وناهد شريف إخراج عباس كامل، وفيلم ثقافي إنتاج عام 2000 للمخرج محمد أمين. في الأفلام دي كانت جرعة الجنس مقبولة للجمهور وأقرب للكوميدي منها لشيء تاني، وده خلى الأفلام دي ما عندهاش مشاكل مع العرض العام في أغلب القنوات الفضائية. إزاي بقى؟ لازم أعمل مسير يا ماما. ما هو مسير لوحده. طب تفارك كل لازم مراكز ساخن؟ أيوة، هو لازم يبقى مولع ساخن. نمرة 3، تقديم الجنس بصورة محورية للعمل الفني، وده غالبا ما بيكون بصورة بعيدة تماما عن أي قصة أو دراما. في الفترة اللي أعقبت حرب عام 1967 تدهورت صناعة السينما في مصر وهرب كتير من النجوم إلى سينما لبنان وتركيا والكويت، لقينا أفلام كتير ظهرت زي سيدة الأقمار السوداء بطولة ناهد يسري وحسين فهمي إنتاج عام 71، ذئاب لا تأكل اللحم لناهد شريف وعزة العليلي إنتاج عام 73 والاثنين للمخرج سمير خوري، أعظم طفل في العالم لرشدي أباظة وميرفت أمين إنتاج عام 75 للمخرج جلال الشرقاوي وغيرها. في الأفلام دي تم تقديم جرعة عالية من الجنس سببت أزمة في عرض الأفلام دي على الشاشة، كمان ضغط على قصة الفيلم لدرجة أن أغلب اللي شافوا الأفلام دي مش فاكرين أحداثها أساساً ولا عارفين كانت بتحكي عن إيه، وده في حد ذاته مش كويس في حق العمل الفني لأنه بيفقدوا الكتير من قيمته الفنية. وعلى الرغم من أن أغلب الأفلام دي ما كانتش إنتاج مصري ولا اللي أنتجوها مصريين، لأن أغلب النجوم اللي كانوا فيها مصريين ودايما بيتم ذكرها في سبيل الاعتراض على الاعمال اللي قدمتها السينما المصريه في وقت من الاوقات، وفي بعض اراء ان انتاج الافلام دي والسماح بعرضها كان بغرض سياسي وهو الهاء الناس عن الهزيمه واثرها في النفس، لكن الموضوع ده مش اكيد، خصوصا ان الدول اللي انتجت الافلام دي ما كانتش على علاقه طيبه بمصر في الوقت ده، فموضوع الاتفاق ده مش اكيد. تعالي. نمرة
نمرة 4 استخدام الجنس في الإسقاطات السياسية، واللي ظهر في فيلم زي شفيقة ومتولي إنتاج عام 79 للمخرج علي بدرخان، نلاقي أفندينا اللي قدم شخصيته جميل راتب واللي كان رمز للسلطة والاستبداد بيتحول مع شفيقة إلى شخص مصاب بالسادية ويطلب منها إنها تضربه لما يبقوا لوحدهم، كمان بيتحول إلى شخص تاني يلاقي سعادة في إنهم يسخروا منه، ودي كانت أكبر صورة من صور الإسقاط السياسي على السلطة في الوقت ده، إنها سلطة عيانة مخوخة منظر من بره بس ومن جوه شيء تاني. نفس الشيء شفناه في فيلم ضرب الهوى للمخرج حسام الدين مصطفى إنتاج عام 83، لما الباشا اللي قدم شخصيته حسن عبدين بيروح لبيت الدعارة ويتحول إلى مرمطون تحت رجلين البنات هناك، يتحزم ويرقص ويطلب منهم إنهم يعاملوه بمهانة. سمعت مش فاهمة حاجة أبدا، ما تنفعش، أنت بتحترميني، أنا عايزة واحدة تهزقني 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 حسنية. وبيكون التضاد واضح جدا في عينين اللي شافه في منصبه وشافه مرة تانية في وضعه المخل. نفس الباشا ده هو هو الباشا بتاع فيلم شفيقة ومتولي، ونفس الإسقاط السياسي هو هو. استخدام الجنس في انتقاد عيوب المجتمع زي ما حصل في فيلم عمارة يعقوبيان إنتاج عام 2005 للمخرج مروان حامد، لقينا المجتمع كامل متمثل في سكان العمارة مع اختلاف شخصياتهم ووظائفهم واهتماماتهم ومشاكلهم، مجتمع كامل واضح فيه كل مشاكله المستخبية من أول النظرة أو التحرش لغاية الشذوذ الجنسي الصريح. نفس الشيء فيلم الرئيس عمر حرب للمخرج خالد يوسف إنتاج عام 2008، نلاقي المخرج بيصور العالم اللي بيقوده الشيطان بصورة أسوأ ما يكون، وده خلاه يستخدم اللقطات الجنسية الفجة في كتير من المشاهد. لما بيسألوا المخرج خالد يوسف في الموضوع ده بيرد يقول أمال أنتوا عايزين العالم اللي بيحكمه الشيطان يبقى شكله إيه؟ إحنا نكتب علينا؟ عبلة إحنا نكتب علينا؟ كتب علينا إيه يا خلف؟ مش عرفني. مع بداية ظهور أفلام الشباب في نهاية التسعينات ودخول العالم الألفية الجديدة، تميزت السينما في الوقت ده بالابتعاد عن مشاهد القبلات والعري وخلافه، وده دعا البعض إلى أنهم يطلقوا عليها لقب السينما النظيفة، واللي قال عنها المنتج والمؤلف مدحت العدل إنها سينما الأسرة اللي تصلح في أي وقت وفي أي مكان، في حين بيختلف معاه الناقد الكبير رفيق الصبان وبيقول إن مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وسينما مش نظيفة، في حاجة اسمها سينما جيدة وسينما غير جيدة. وعن استخدام الجنس في الأفلام بيقول إنه أولا وأخيرا أداة من أدوات التعبير لدى المخرج، واللي لو تم توظيفه بحرفية في الأحداث فإنه بيقوم بدوره في نجاح الفيلم، ولو كان مقحم أو دخيل في الأحداث بيتحول إلى ابتذال رخيص. وبيعتبر الصبان إن استخدام بعض المنتجين لمصطلح السينما النظيفة ده لكسب تعاطف الجمهور مع أفلامهم وإخفاء افتقارهم للوعي والجراءة في طرح قضايا اجتماعية هامة. بيقول الناقد أحمد رأفت بهجت إن السينما النظيفة مش هي الخالية من الجنس، لكن هي السينما الجيدة دراميا البعيدة عن الابتذال. وعلى هذا الأساس صنف كتير من أفلام صلاح أبو صيف وحسن الإمام ويوسف شاهين رغم مشاهد الجنس اللي فيهم كسينما نظيفة. بيقول كمان إن الفن انعكاس للواقع، ولغة السينما تختلف عن لغة الشارع، فالسينما بتعرض قضايا عديدة بأي طريقة انشاءت، ولكن بدون أي إسفاف أو سوقية أو ابتذال بدعوى إظهار الواقع، لكنه في نفس الوقت مع حرية التعبير في إطار فني راقي يحترم المشاهد. في حين رفض بعض المخرجين أو صناع السينما مصطلح السينما النظيفة كلية، بيقول المخرج يسري نصر الله إن أنا شغلتي إن أنا أعمل لك أفلام ووضح لك رؤيتي، مش شغلتي إنها تكون نظيفة أو غيره، نظيفة أو مش نظيفة دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا. بيقول كمان نصر الله إن السينما عادة بتنقل الواقع، فلو كان الواقع نظيف هتشوف الصورة النظيفة، ولو كان غير ذلك مش هقدر أضحك عليك لمجرد إن شغلي يعجبك. نكرر تاني نفس اللي قلناه في بداية كلامنا، إن كتير من المخرجين في الوقت اللي احنا فيه ده استوعبوا الدرس كويس، إنه لو بيدور على المكسب المادي فإن الجنس سلاح ذو حدين، ممكن يحقق مكاسب مادية في الأول لكن في النهاية هيقضي على الفيلم بتاعه لو كان بيقدمه بصورة مبتذلة. والحكم في ده مش للرقابة على مصنفاته بس، لا ده للمجتمع كمان، لأنه لو دور على الفيلم بتاعه كمان 5 سنين أو أقل ممكن ما يلاقيهوش أساسا. لو عندك رأي غير اللي أنا قلته ده ياريت لو تقوله لنا في الكومنتات تحت، باب المناقشة مفتوح. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وشير لأصحابك لو عجبك قوي يمكن يعجب حد فيهم هما كمان. لو بتشوفنا لأول مرة ياريت لو تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خاصية التنبيهات من الجرس علشان تتابع كل فيديوهاتنا. تابعونا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، اللينكات موجودة تحت الفيديو، ولو عايز تشوف فيديوهات تانية للقناة استنى الشاشة اللي جاية. شكراً.